انت هتعمل ايه يا اسطى؟ ايه اللي بتعمله ده؟ مسا مسا عليك. مسا مسا ايه وبتاع ايه؟ لا لا معليش انا في الحاجات دي يا عم. لا لا معليش في الحاجات دي. مصطفى على ما يسمع الحصه فيها انا ياما. لا لا مالناش في الكلام ده. طب بلاش ادي لك استفيد شنكني بس اقعد برجني. يا عم خليها لنفسك انت، خليك انت فيها. يا عم بلاش انت شكلك. اطفي السيجاره دي يا اسطى كده عشان انا ما بحبش ريحه السجاير اساسا. يا عم انت من شوائي شكلك انت ماكي. خد بقه وهتنزل بعد منها تزق. يا عم ممكن ما نعرفش ننزل اساسا منك بطريقتك دي. لا 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 يا عم ربنا يستر عليك. يا عم خلاص بقى اخوك الدنيا جايه عليه قوي. يا عم جاي عليك. طب رايك اكل عيشك اللي انت فيه دوت ما تشربش. يا عم عايز انسى. تنسى ايه بس؟ عايز انسى اقسم بالله. تنسى ايه حرام عليك؟ انت منين يا صاحبي؟ انا من المهندسين. كداب؟ لا من المهندسين. اقسم بالله ما تقولش كداب بس. يا عم انت من ارض اللواء. يا عم ما تقولش كداب. انت من ارض اللواء. يا عم ما تقولش كداب. لا يا فين المهندسين؟ جامعة الدول. مش بقولك كداب اقسم بالله. يا ابويا بص البتاع بص فارق. هو انت مش دريان انت بتعمل ايه؟ انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه. يا عم بكر انا حظي جه معاك ولا ايه؟ مش عارف. لا يا عم انت الدنيا جايه عليك. الحمد لله يا عم على كل حال. مش عارف الحمد لله ولا بنشرب ولا حاجه. يا عم بص للطريق بدل ما تعمل فينا حادثه. يا عم يا عم اعمل فينا حادثه. يا عم بقول لك ايه الراجل ده مش هيوريهم. معلش هاخده معانا. هاتوا يا عم معانا وخلاص. معلش اصل ممكن تاخدني معاك لاخر الشارع. تعالى يا صاحبي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش انا اسف بس لحد اخر الشارع انا بقعد اصلا. ولا يهمك ولا يهمك. يا عم ماشي ده هوديك اخر الدنيا. ايه ده في ايه؟ عمال يشرب من ساعة ما ركبت معايا مش عارف ماله. ايه يا اسطى؟ يا عم الدنيا جاية عليا وسع يا جدعان. معرفش في ايه عايزنا نشرب بالعافية يا عم. يا عم انت عيب يا اسطى اللي انت بتعمله ده. يا عم ايه يا عم؟ لا عيب اللي انت بتعمله. في ناس راكبة معاك ناس محترمة راكبة معاك يا اسطى. يا عم انا مش عارف ايه. في ناس راكبة معاك يا اسطى عيب. رأي اكل عيشك. ايه اللي عيب يا عم؟ اكل عيشك. هو ايه اللي عيب؟ عيب يا اسطى ان انا اشرب. لا ان انت تشرب لوحدك حبيبي يا قلبك. ايه بقى يا جدع؟ واحد كمان. بقول لك ايه؟ خلي بالك اقسم بالله. انتوا مع بعض ولا ايه حكايتكم؟ يا عم خلاص احنا الكيف بيجمع. ايه يا باشا خد اشرب. لا لا يا عم مش عايز اشرب الاثنين مع بعضيكم. ماليش دعوه. يا عم انت هتنزل فين؟ انت عايز تنزل فين؟ طيب خلاص نزله اخر الشارع. لا 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 مش هشرب. يا عم انت ما تخليناش بقى نتنرفز عليه. يا عم تتنرفز على يا عم اتكسف من مين؟ انا ما بشربش. امال مالك؟ ماليش في الشرب. انا اشرب وانت لا اشرب وانتوا معانا. يا عم مش عايز. اتكسفت ليه انت؟ اتكسفت كاني اتبسطت انا. اشرب عشان اللي يتكسف من بيت عمه ما يشربش. يا عم انا مش عايز اشرب. اشربوا انتوا مع نفسيكم. انا مش هشرب. بص يا صاحبي انا مش هحلك. يا عم انا يا عم انا مش هشرب. هتوصلنا ولا هتعمل ايه؟ يا عم انت هتشرب. لا يا عم مش هشرب. ايدك جنبك بس يا اسطى عشان ما تخليناش نتنرفز عليك. يا عم انت ما تعرفش. يا عم يا عم مش عايز. يا عم ما تسيبني في حالي. يا عم ما تخليناش نرفز عليك. نرفز يا عم سيبني في حالي. يا عم انت يا اسطى هتخلينا امسكوا مسكوا اوعى تسيب. مش هحل. اشرب انبو. اشرب انبو يا عم اوعى. يا عم مش هخش النار لوحدي. يا عم اوعى ما اخش النار لوحدي. فرقتني يلا يا عم انت. يا اخي اقول لك على حاجه. يلا يا عم على الحرام من اهي يا عم. نذيع الحلقه دي مسا 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 عليك يا عم الناس يا اسطوره. صباح الجمال. صباح الفل. وادي دجله. وادي دجله. وادي دقني لو روحت. حبيبي حبيبي. الله 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 الله. عارف احلى مسا. اكتوبر دي كلها بتاعتي. الله ما شاء الله. اكتوبر بتاعتك؟ كل اكتوبر دي بتاعتي. بس الليمبي انت صيد. مش هقول لك. بسم الله ما شاء الله. يعني انا لو عوزت اي حاجه هنا انت يا باشا اؤمر على طول. واحنا ننفس السجاره بقى. بصراحه انا نسيت عد السجاير. واكتوبر بتاعتك يا عم. ماشي يا عم. حتى ايه الجو حر النهارده ايه؟ لا لا صعب. صعب. لا لا صعب. الدنيا ناشفه قوي. مش حاجه طريه كده بتطرق يا مسهل.
ربنا يبقى. ربنا ييسر الحال. معلش ممكن بس توصلني في طريقك؟ انا نازله هنا قريب. يا باشا ده انا مش هوصلك في طريقي، ده انا اغير طريقي كله عشانك يا باشا. اقسم بالله. بس بجد انت زرت المال قوي، انا واقفه بقالي كتير ومفيش تاكسي راضي يوقفني. ربنا يبارك لك يا روحي. لا ده انا تحت امر، اقسم بالله. دي من هنا اساسا؟ لا انا كنت رايحه فين بقى؟ فين؟ ساكنه فين؟ خلاص يا اسطى الطريق معاه. ايه يا عم في ايه؟ لا مالك يا ايه يا عم في ايه؟ يا عم في ايه؟ انا بكلم الاستاذ، انا كلمت حضرتك. لا اله الا الله. طب انت ليه بتتبهدل يا باشا؟ هسيبها اسمك وسيلك انت يا عم. يا اشتكت انت شغلت بالك ايه؟ ايوه يا باشا خطيبتي. خطيبتك منين؟ انت تعرفيها يا استاذه؟ لا والله العظيم. ايوه تعرفك منين؟ خطيبتك ايه يا عم؟ بقول لك خطيبتي. يا عم خطيبتك ايه؟ تعالى تغازل وتعالى تغازل. انت رايح فين يعني؟ انا غازلت ولا اتكلمت يا عم؟ انت بيبت انت بترمي بلا لوح ثلج قاعد جنبك. لوح ثلج انت بترمي بلا ايه؟ انت تعرفها؟ ايوه يا عم اعرفها يا عم. خطيبتي يا عم خليك في حالك. خلص لحالك بقى. حالك ايه يا عم؟ طب خليك في حالك عشان تخصني. عشان تخصني. تخصك مين يا بيه؟ والله تخصني. تخصك ايه؟ تعالي كده. امور. طب خلاص انت عالج نفسك بقى. الله يعني. الله. طب يعني انا قاعد كده كيس جوافه ولا ايه؟ كيس جوافه بقى ولا كيس عنب بقى؟ مش تحترم نفسك؟ طيب يا عم الحلق يا عم في ايه يا جدع؟ ايه يا عم احترم نفسك في ايه؟ طب بس روع على حالك. روع بس ايدك بس نزل جنبك. ايدك جنبك بس. طيب معلش يا روحي. روحك انت عارفه الاشكال دي دايما. تحترم نفسك يا اسطى. وليه الغلط؟ طيب انا مش هتكلم مع اللي زيك. امال ايه؟ طيب تلمسني بس انت يا استاذه. لا 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 ما تقولهاش بس. ايه يا عم في ما ايه؟ ما تقولهاش بس. اقول لها بس وبس. اوعى تقولها بس. بس ايدك بس. انا بايدك جنبك بس يا عم. اهدى بقى. يا عم اهدى بس انت شويه. انا قلت لك انا من اكتوبر. اكتوبر كلها بتاعتك يا عم. اكتوبر مين؟ بدل ما تطحن هنا. والله ولا انت ولا اكتوبر بتاعتك. لا اله الا الله. ما تخليش اعملها معاك يا ابن عمي. يا عم دق شاكوش. دق شاكوش. والله دق شاكوش. انت مالك؟ انت نازل فين؟ لا ما تقولهاش. انت مالك؟ بقول لك دي خطيبتي. شاكوش انت عارف. شاكوش؟ اه. ده بدا احترم نفسك. والله هدق شاكوش. ما تبصلوش والله ممكن يأذيك. احترم نفسك بقى ولا خليك تتضرب هنا. هيأذيك الاشكال دي مش بتاعتنا. طب احترم نفسك. طيب ما تمدش ايدك بقى علشان بلاش نبص له. خلينا نبص كده. خلينا نبص كده. عايز تروح فين يا استاذ؟ قول لي عايز تروح فين؟ يا عم انا همشي لحد ما اقف واقول لك انا عايز اقف هنا. في ايه يا عم؟ بس خلاص. بص قدامك. قلت لك رايح. اوعى ايدك. تلمسنيش. احترم نفسك. اوعى ايدك يا جدع. احترم نفسك. طيب لا انت كده بتزغط بقى. غريب قوي. عصب كده ليه؟ معلش يا حبيبتي. معلش بقول لك احترم نفسك. بلا حبيبتك بلا مش حبيبتك. تعالي كده بجد لان ده ممكن متوحش. ما تخليناش بقى. ان انا بقول لك ايه؟ ما تخليناش نعملها معاك بقى. تعمل ايه يا متوحش؟ شكلك متوحش كده. والله العظيم انت هتقعد على اسنانك كمان. ولا 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 ولا. ايوه ولا. ايوه ولا. انت طرطشت خالص. لا لا طرطشت ايه وعملت ايه؟ ده انا عميق اصلا. بدات بقول لك دي منطقتي. انت فورت من الكوبايه. فورت من الكوبايه. شاكوش. بقول لك ايه؟ شغل شاكوش. حافظ كلمتين هترصهم لي ولا ايه؟ ده انت اللي حافظ كلمتين. لا انت اللي حافظ بقى الكلمتين. يوه بقى انت هتخليني اعملها معاك. شغل بروست. شغل بروست اعملها. اعملها بروست. انت عارف ده ضعيف. انت عايز ايه طيب؟ يا عم انا هريحك خالص. انا لا اله الا الله. ممكن تنزل؟ تعالي جنبي يا حبيبتي. انزل يا بني. انت عبيط. انزل ايه؟ اقعد هنا على فكره. انزل اقعد ورا. انزل اقعد ورا. طب بعد اذنك خليك انسان ذوق ومحترم. يا عم انا مسؤول عن قليل الادب. ما تبصيلوش عشان هتتعدي. الاشكال دي بتاعتي. احترم نفسك. انا بكلمك. الاشكال دي بتاعتي يا باشا. بص لي انا يا باشا. ابص لك ايه؟ انت بص لك ليه؟ بقول لك بص لي انا. يبقى ورا مني القمر ده وابص للنجوم. بقول لك ايه يا عم في ايه؟ انت مش شايفني ولا ايه؟ شوفك انت ايه؟ لا اله الا الله. انت ايه كينونتك؟ انت اخرك شاكوش. دق شاكوش جدع. نزل ايدك جنبك بس كده. نزل يا جدع. مش عايز اعملها. استغفر الله العظيم. بقول لك ايه؟ يا ابني مش هتعرف تعمل حاجه معايا. يا ابني مش هتعرف تعمل حاجه معايا. مش هتعرف تعمل حاجه معايا. بقول لك انت بصوت معايا. مش هتعرف تعمل حاجه معايا. مش هتعرف تعمل حاجه معايا. بقول لك انت دق على الفاضي. دق شواكيش. متحرش. انت انا مش متحرش برضك. انا متحرش. انا المتحرش. انت شغل انا المتحرش. انا هعرفك برضك. اوعى تغلط فيها. انزل لي. الحلقه ده انا لو مش رايح اروح كبس التكون. بس انا مش هتقوط. لا استنى استنى. انا مؤاخذة. السجاير بتضايق حضرتك؟ عادي ندخن؟ ماشي. والله كلك ذوق. صباح السكر والعسل. صباح القشطه.
لا يا باشا ما تنزلش بالك ايه انا نازله حضرتك رايح مشوارك هخلصك وما تنزلش ماشي يا صاحبي ماشي بالك يا باشا ايه يا نهار ابيض لا ده كده كتير اقسم بالله احمد عز ولا احمد رزق بامانه احمد عز ولا احمد رزق والله هني لا احنا شويه رزق بقى يعني مش انا لوحدي اهو بعدين الشباك بنجي اطلع بس عشان ما ايه ما اه منط من الشباك ملأ عارف الملأ؟ اه زي الملف كده زي المداء اه عارف المداء؟ لا انا عارف المداء والله انت اللي سكر اقسم بالله بقول لك ايه؟ اوصله اكتوبر بقى ولا اطلع اوصلك انت الحوار بتاعي ماشي؟ قشطه؟ خلاص احنا مع بعض ركز في طريقك والنبي يا باشا سيب المرايه يا عم انا مركز في طريقي يا عم شاغل بالك ليه مالك يا عم يا عم انا ما مشغلش بالي ما تولع بيها انا عايز اوصل اولع بمين؟ بصي براحتك يا روح بصي براحتك بصي براحتك قمر اقسم بالله مش محتاجه تبص في المرايه اساسا اقسم بالله باشا معلش انا اسف انا اسف دقيقه واحده يعني طلب غالي شويه اه الاستاذه بس تيجي جنبي حضرتك ممكن ترجع ورا معلش انا اسف انا قليل ادب انا من اكتوبر انا من بولاق ايوه طب ايه دخل بولاق في الموضوع يا عم انا بقول لك يا عم انا قلت عايز مش عايز صوت اللي مش عايز صوت مش عايز صوت في ايه يا روح لا روح لا روح روقي ايدي على حالك كده خالص ايدي على حالك انا هتفاهم معايا انا هتفاهم معايا ايه قال يابا بس ايه يا بطل بس بطل ايه انا هفرجك البطل حالا تعالى فرجني البطل يا صاحبي هو في ايه يا باشا مالك اركن على جنب طب مالك يا باشا يلا يا باشا يلا ننزل لا مش هننزل ننزل ليه انا بقول لك يا باشا ترجع ورا يا عم ارجع ورا انت عبيط يا عم يا عم انت عبيط انت هو انا وراني ايه اللي وراني انت قابل ولا ايه بقول لك خطيبتي انت خطيبته اه خطيب خطيبتك وتقول لك تعالى وصلني مش عارف لفين ايه يا عم وانت شايل بالك ليه يا صاحبي ايدك في جنبك ايدك لا لا انا ايدي اتمد في اي حته لا انت ايدك يا عم انا ايدي اتمد في اي حته يا عم عشان خاطر على الحرام من ديني اقتلك هنا والله ولا على الحرام من ديني كمان مره على حالك بس يا عم ما تعمليش كده على حالك يا عم ما تعمليش كده على الحرام من ديني اروح مديك بيت تدي مين ده هم من الدور طب هطبعها على اسمع مني يا عم اسمع مني انا قلعتهالك قلعتلي لا مش عايز يا عم نفس ايدك بس كده ماليش في اللي انا قلعت يا ابني هضربك ابني مين بس يا ابني هضربك اقسم بالله طب اتكل على الله تعالى يا حبيبتي سيبك منه يا حبيبتي ما تتكلميش معاه ما تتكلميش معايا يا روح طب بقول لك ايه اقسم بالله قمر طب بقول لك يا عم بص لي انا يا عم بص لي انا بقول لك يا ابني هضربك يا ابني يا ابني هضربك على الحرام من ديني يا عم اقول لك على حاجه اقول لك على حاجه انت راجل بقى شفت دي والله لا شفت دي على الحرام من دينا شقه نصين شقني يا عم يا عم هشقك نصين بقول لك يا ابني هضربك يا ابني يا ابني يا ابني انا مش عارف عشان بقول لك ايه بقول لك ايه انزل لك ايه تعالى بقى طب انزل يا انزيه ولا انزيه يا باشا انزيه والله